فاحنا كده زفرنا له الاكل بتاعنا ونطلعه عشان ياكل ونشوف الاكل ده هيعجبه ولا لا. زي ما انتم شايفين كده ما شاء الله لا قوة الا بالله. زي ما انتم شايفين كده دي وجبة من ضمن الوجبات، دي وجبة من ضمن الوجبات لدارك. تمام، ده اعلى دراي ممكن تشوفه في حياتك، ده اعلى دراي موجود في مصر اصلا. تمام، مش عايز اقول اسمه عشان خاطر ما نعملش دعاية بدون مقابل. تمام، طيب كده احنا زفرنا له الدراي بحيث ان شهيته تبقى عالية عليه، وبعد ما زفرنا الدراي رحنا حاطين عليه ايه زي ما انتم شايفين كده جناحات روس. هنحط هنا بقى عليها الخلطة السرية بتاعتنا، هنجيب البودرة ونحطها عليها كده. نقول المكونات تاني، عبارة عن دراي، بتجيب انضف نوع دراي، ما تسترخصش في الدراي، اللي بيسترخص بيستغلب. بمعنى انت جبت دراي رخيص هتلاقي الكلب بتاعك بياكل كيلو 2 كيلو 3 كيلو في اليوم وما بيشبعش، وتلاقي الحمام بتاعه سايب. تمام، طب انا ليه اجيب دراي رخيص وهو كده كده انت هيستهلكك ماديا؟ ليه؟ لان الشكاره هتخلص وفي نفس الوقت كلبك ما بيشبعش ولا بيستفاد منها حاجه ولا بيتخن ولا بيعمل اي حاجه معاك. تمام، فاحنا نستغلف الدراي. الدراي تجيبه غالي، انا عارف ان الدراي غالي شويه بس صدقوني موفر. ليه؟ هياكل منه كميات صغيره وتلاقي الكلب بان عليه الله اكبر وبيشبع بسرعه، فهتلاقي الشكاره قعدت معاك. تمام، هتعتمد على الدراي بس؟ لا، انزل كده معانا. انت بتزفر، دي وجبه من ضمن الوجبات اللي انا بديها في اليوم. الكلب الكبير في حاجه عايز اقولها لكم، الكلب الكبير في ناس بتاكل مره اتنين تلاته، انا باكل تلات مرات. ليه؟ الكلب المفروض ياكل مره اصلا الكبير، تمام، بس انا باكل تلات مرات. ليه؟ بعمله فواتح شهيه. ليه؟ الكلب انت عايز تضخمه، عايز توصله لمرحله عاليه قوي عندك، عايز تخلي وزنه بدل مثلا هو 40 كيلو بتوصله 50 كيلو 55 كيلو، فده هتعمله له ازاي بوجبه واحده في اليوم؟ مستحيل. وجبتين في اليوم ممكن، تلات وجبات في اليوم يوصلك للرينج اللي انت عايزه. تمام، طيب ده مع الرياضه اللي هقول لكم عليها ازاي نعمل رياضه عنيفه مع الكلاب بتاعتنا، مش التمشيه بتاعت بعد المغرب دي مش هتعمل لك رياضه مع الكلب. تمام، وهتلاقي الكلب بتاعك بيرهق من اقل مجهود. تمام، فاحنا كده زفرنا له الاكل بتاعنا ونطلعه عشان ياكل ونشوف الاكل ده هيعجبه ولا لا. زي ما انتم شايفين كده ما شاء الله لا قوة الا بالله. زي ما انتم شايفين كلبك وهو بياكل تحط ايدك كده في وسط الاكل، واوعى واوعى تخلي كلبك لا قدر الله بعد الشر يزوم عليك. فاحنا كلابنا الحمد لله بسم الله ما شاء الله لا قوه الا بالله، لازم يفهم ان ايدك مزرعة. بص هو كده شايف كف ايد، انا بس مش عايز اظفر ايدي تاني. تمام، وتحسس عليه كده وكل حاجه عادي، نسيبه بقى ياكل الوجبه بتاعته. واشوفكم بقى في الفيديو ازاي، اشوفكم بقى في الفيديو اللي جاي ان شاء الله ازاي ندرب الكلب بتاعنا تمرينات وتدريبات عنيفه في اوقات مناسبه جدا في اليوم، يا ترى بعد الاكل ولا قبل الاكل؟ ده هتعرفوه في الفيديوهات اللي جايه.